أخبار اليوم. برحب بالنائب البرلماني سيد حماد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. بداية كنا حبينا بحكي أنت عضو من ضمن أعضاء اللجنة الإدارة المحلية في البرلمان. كنا بنتكلم عن إن الفترة اللي فاتت كلها المجالس الشعبية مش موجودة، لا محلية ولا شعبية. مفترض كان في كلام عن قانون هيتعدل أو قانون هيتعمل من أول وجديد. كنا عايزين نعرف وضع الإدارة في البرلمان دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بنشكر حضرتك، نشكر الموقع بتاع حضرتك الجميل، نشكر أخبار اليوم. طبعا حضرتك تعلم أن الإدارة المحلية بقوانينها القديمة كانت قوانين عقيمة. كان عضو المجلس المحلي اللي بيجي لا يملك حق الاستجواب، كانت أدوات الرقابة بتاعته كلها أدوات على قدها، عبارة عن سؤال طلب إحاطة اقتراح براءة، فكان عمله كله قراره في شكل توصية، كان لا يملك حق الاستجواب. فكان الجهاز التنفيذي بيبقى أقوى منه إداريا وأقوى منه تنفيذيا. الحاجة التانية إن ليه النائب أو النواب بيجروا إن هم دلوقتي يعدلوا قانون الإدارة المحلية؟ تعلم إن في ظل مركزية القرار في البداية كان محافظ الإقليم لا يملك إلا المحليات، كان ليس له سيطرة على المرافق العامة لأنها تابعة لوزارة الإسكان، ليس له السيطرة على الإسكان اللي هي الوحدات السكنية اللي داخل إطار الحي أو إطار المحافظة، لا يملكها محافظ الإقليم لأن كل دي تبعيتها لوزارة الإسكان. لو حصل حالة إخلاء إداري واحتجت وحدة سكنية أنا كمحافظ إقليم لا أملكها، علما بأنها تقع في إطار المحافظة، علما بأن مرافقها تم الصرف عليها من الموازنة العامة للمحافظة. أعضاء المجالس المحلية في اللي جاي إن شاء الله في القانون الجديد بعد تعديله هيملك حق الاستجواب، لأن المجال الشعبية المحلية هي صاحبة الخدمة المباشرة مع المواطن، ويريد أن احنا نستعجل بيها، لأن النهاردة النائب التشريعي النائب الرقابي مش فاضي النهاردة أن هو ما بين عمله داخل المجلس كبرلماني وعمله في المحليات اللي هي تحت في الأرض. الدوائر بقالنا 5 سنين الدوائر فاضية، ما كانش فيها أي أجهزة رقابية. في ظل الانفلات الأمني اصطحبوا انفلات أخلاقي بعض الأجهزة التنفيذية، بيعملوا بدون رقابة، مفيش جهاز شعبي بيحط الخطط والمشروعات طبقا للائحة التنفيذية المنظمة لأعمال المجالس المحلية اللي هي بتقول للعضو حق عضو المجلس المحلي له حق الرقابة على الأجهزة التنفيذية ووضع الخطط والمشروعات ومتابعة التنفيذ. في ظل غياب المجلس الشعبي المحلي اللي هو بيعمل عمل تطوعي، وأنا مش عارف الدولة لغاية دلوقتي مأخرة ليه عمله تطوعي لا يتقاضى أجر إلا الله سبحانه وتعالى. قوام المجلس المحلي على مستوى الجمهورية 53,000 عضو، يعني لو خدت أنا دايرتي شغل الخيمة تاني فيها 42 عضو مجلس محلي بالمستويات الثلاثة، 18 عضو حي، 14 مدينة، 10 لمجلس محلي المحافظة. لما أجيب عضو المجلس المحلي ما جابوش متكتف لجهاز تنفيذي، أجيبه يملك حق الاستجواب، يبقى دور مقرب لدور النائب اللي هو بيملك حق الاستجواب. بمجرد تنفيذ القانون الإدارة المحلية بعد تعديله هتلاقي الشارع بقى مبسوط، الشارع مرتاح، لاقي حد قريب. لو أنا عندي 26 مربع سكني في حي شرق شبرا الخيمة وعندي 42 عضو مجلس محلي موجودين على الأرض، إذا كل مربع فيه عضو ونص أو 2 أعضاء في المربع، هيعيشوا مشاكل الناس، هيعيشوا ألمها، هيعيشوا أفراحها. بالظبط هينقلوا المشكلة التحتية للنائب يرفعها فوق اللي هو مجلس النواب. بعد كده هتلاقي الخدمة موجودة على الأرض من عضو المجلس المحلي بينسق مع النائب اللي موجود هنا، الخدمة المباشرة توصل المواطن بيسر وسهولة. القانون هل تم طرحه أم لا؟ طبعا القانون تم طرحه، وأنا في لجنة الإدارة المحلية، واللجنة إن شاء الله بتخلص في موضوع القانون بإذن الله. مجرد طرحه على المجلس توافق عليه يبدأ العمل به، وإذا كانت الدولة صرحت إن انتخابات المحليات في 2017 في الربع الأول، فإحنا وعلى فكرة القاعدة تحت جاهزة، يعني إن كان حد الناس لسه مرهقة من انتخابات مجلس النواب، لا الناس تحت. لو الانتخابات اتعملت بكرة هتلاقي الناس تحت خارجة بتختار أعضاء المجالس المحلية، لأن اللي جاي عضو المجلس اللي جاي مش هيبقى زي اللي فات، مش جاي نظام بقى ايه تعيين ولا لا، ده جاي بانتخابات شارع. الشارع ده جاب العضو، عمر العضو ما هيبيع الشارع، لان اذا كان حد متخوف من الجزئيه دي لا، العضو اللي موجود اللي جاي المجلس المحلي جاي بالشارع مش جاي بتعيين او جاي بكده زي زمان.
النهارده كان في زياره مهمه جدا في البرلمان لخدمة الحرمين الشريفين، ودي اول زياره من نوعها الملك سعودي للبرلمان المصري. كنا حابين نعرف تقييمكم للزياره ايه وانطباعكم يعني. والله انطباع جميل، زياره اخويه. طبعا ما حدش ينسى فضل آل سعود كلهم، مش الملك سلمان بس. يعني الملك سلمان طبعا كان متطوع في الجيش المصري سنة 56، وكان من ضمن المجاهدين في المقاومة في بورسعيد والسويس بعد العدوان الثلاثي على مصر. والملك فهد آل سعود كلهم ما ننساش دورهم في 73 أما وقفوا برضو ومنعوا البترول عن الدول المعادية إكراما لمصر. وبرضو مصر عمرها ما تنسى لهم دي، لأن مصر هي قلب الأمة العربية، مصر هي اللي جاهزة، مصر عمرها ما هتدحهم ولا كده، لا مصر واقفة معاهم. وحسينا النهاردة للأمانة إن إيه، أخونا هنا، أخونا هنا هو الرئيس السيسي، إخوات بجد، حب بجد. المجلس النهاردة مش كان بينافق، المجلس النهاردة كان حتى السادة النواب كلهم بيسقفوا من قلبهم سعادتهم بإن ضيف عزيز عندهم، ليس مجاملة سياسية، ليس كده، لا الأمانة كانت حاجة جميلة يعني.